السلام عليكم، صباح النور عليكم. ولا السلام عليكم. ها قولي السلام عليكم. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله اييه غنديروا الطاجين بالحوت بسمك الرايا، يلا بحوت الرايا في دي العلايا في الحوت في ديك بحوت اييه طاجين ديال الحوت بالرايه، الحوت ديال الرايه اولا سمك الرايه ياك ياسمين. طاجين قولي طاجين رايه في ديك ديال الحوت. طاجين ديال الحوت في ديك قولي طاجين ديال الحوت في ديك الطاجين حوت في ديك الطبطاطا. يلا نشوفوا، عندي هنا الحوت السمك ديال الرايه، المهم مغسول ونقي. شنو نمسح لك الزف الحوت هذا؟ اييه الشرموله العاديه ديال الحوت، زدت عليها غير معلقه ديال الموطارد ونص معلقه ديال الهريسه ياك. وهنا عندي الخضره، غادي نديرو ان شاء الله الخضره. كاينه البطاطا، زيد ياسمين. كاينه بطاطا هي اييه، وخيزو. فين خيزو؟ هي خيزو. ومطيشه مطيشه اييه مزيان. او التومه، فين التومه؟ هيا هيا التومه، هيا التومه، لا ديريها هنا، هيا التومه. او والبصله، فين هي البصله؟ هيا هيا البصله. صافي، هادو هما المقادير. حاجه غادي نسدفو الخضره في الطاجين، غادي نسبق مطيشه هي الاولى حيت هي كطلق الماء. الماء في مرشا لا هذيك، لا هذيك مازال. غادي نسبق مطيشه. لا خيزو، لا ماشي خيزو، مطيشه 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 هي الاولى ياك ياسمين. سير سير مطيشه، شيرو مطيشه. ياسمين كتاكل وحده وكتحط وحده، ها كتاكلي وحده وكتحط وحده ياك. من بعد غادي نديرو عليها خيزو، يعني الخضر اللي كيطلقوا الماء غادي نحطوهم في التحت ديال الحوت. غادي نديرو خيزو كتاكلي خيزو ياسمين؟ زوينة خيزو؟ طماطات نعناع نديرو شوية فواش حنا صافي. واخ شي بزاف شي شوية ماشي مشكل، هاك كولي بزاف وكولي شوية اللي عجبك. لا شوية من بعد نديرو بطاطا. المهم نحاول نصطف الخضرة كلها في التحت ديال الحوت، عاد الحوت نحطو من الفوق باش مني كيطلق الماء ديالو يهبط مع الخضرة، وتنسم ديك الخضيره كلها بالمذاق ديال الحوت. كيف قلت لكم الحوت من طبيعه الحال راه نقي وسميتو. ياسمين حطات الثومه، ها هي الثومه. سير حطي الثومه ياسمين، هادي حيديها خسره، هاديك زوينه. صافي غادي ندير البصله، البصله هادي البصله الخضريه عزيزه عليا هاد البصله، هادي زوينه كتعطي واحد المذاق زوين في الماكله، هي اللي كندير هاد الايامات. صافي طلعت ديال البصله الاخرى في الراس، هذه اللي كندير هاد البصله الخضريه زوينه كتطلع الماكله ديالها غزاله. صافي دابا غنديروا الحوت. لا ياسمين صافي هادو خليهم حتى نديرهم في الاخير. دابا غندير الحوت. ديري الحوت انت ولا نديرو انا؟ المهم كيف قلت لكم الحوت راه توابل عاديه ديال الحوت، يعني شويه البزار شويه الكامون شويه ديال هذا شويه ديال التحميره شويه ديال التحميره، وزدت على التوابل العاديه زدت عليهم غير واحد المعلقه صغيره ديال الموطارد ونص معلقه ديال الهريسه. المهم هذا هو الحوت، غادي نسطفو من الفوق. مازال ياسمين مازال بلاتي، هادوك غنحطوهم من الفوق نزين بيهم طاجين. ها هو ياسمين حالفه حتى تحط هاد المطيشه. يلا ياسمين حطيها، اوكي حطيها هنا، حطيها هنا 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 هنا.
حتى وحده اخرى هنا. برافو عليك يا ياسمين. وحده اخرى هنا صافي. حتى كيطيب نصطي بعض، حتى كي المهم يقرب يطيب بعض، ندير شويه ديال الحامض من الفوق وغطويجين ديالنا ولا فلفله ولا اللي عندكم تقدروا تضيفوه. صافي دابا غادي نغطيه، ياك نغطي الطاجين ديالي وغنشعل ليه يطيب. وغنخليه يطيب على عافيه مهينه، ما غنجهدش العافيه بزاف، المهم شويه باش الطاجين يجي طيب مزيان ومشحى مع راساتو. المهم انا الشرموله ديال الحوت راني درت فيها الملح، ولكن غادي نزيد شويه من الفوق ماشي دابا، حتى الاخير نشوف كي داير المذاق ديال الطاجين. الا خاصها الملح نزيد، الا ما خاصها صافي. دابا ندير شويه ديال الزيت، شويه ديال الزيت من الفوق صافي. غادي نسد عليه يطيب، غادي نسد عليه باش يطيب. المهم الطويجين هو هذا كيف كتشوفوه معايا، انا غناخذ ليه واحد. المهم الطويجين هو هذا، كما كتشوفوا معايا الخضره راه تلقات الماء وحتى الحوت كيطلق الماء. كنخليه يطيب في الميه ديالو، ما كنزيد عليه لا ما لا حتى شي حاجه، كنقص عليه مزيان وكنخليه يطيب على خطره حتى كيتشرب داك الماء كلشي. وهو هذا فاش طاب. ايوا بالصحه والراحه.